أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد مولانا مولى الموحدين إمام المتقين أبي الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لا يستطيع الإنسان المنصف الباحث المنصف عندما يطلع على سيرة أمير المؤمنين علي عليه السلام وعلى التراث الذي خلفه أمير المؤمنين، سواء في الفترة التي عاصر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله أو في الفترة التي تلت ذلك إلى استشهاده، إلا أن يقف مشدوهاً مندهشاً أمام هذه السيرة وهذا التراث. في التاريخ هناك عظماء، وفي التاريخ هناك شخصيات أثرت وقدمت، تجد أنها تكون نابغة في مجال بحوث العقلية، فيقال فلان الفلاني أكبر الفلاسفة في التاريخ أو أعظم فلاسفة التاريخ. تجد تأتي إلى شخص وتبحث في سيرته، تجد بأنه من أزهد الناس في التاريخ ويتحدثون عن مآثره في هذا المجال. تأتي إلى شخص آخر يوصف بأنه كان من العلماء الكبار الذين لا يدانيهم أحد في علمهم. تأتي إلى شخص آخر يتحدثون عن عبادته، تأتي إلى شخص يتحدثون عن شجاعته، عن جوده، عن بطولاته، وهكذا. كلما تأتي وتدرس بعض الشخصيات تجد بأنها إنصافاً قدمت للبشرية شيء الكثير، أو امتازت هي في ذاتها بالشيء الكثير. ولكن أن تأتي شخصية وتجمع كل هذه الصفات الإيجابية، كل هذا النبوغ، هذا العلم، هذا الزهد، هذه الأخلاق الرفيعة، هذه البطولة والشجاعة، هذا الجود، هذه البحوث العقلية، الحكمة، الفقه ليكون أفقه الناس في زمانه، حين ذاك المسألة ليست هينة أن تجتمع كل هذه الصفات في شخص واحد. قد تجد غيره رجل ساحة وقتال، ولكنه من أسوأ الناس أخلاقاً، وتجد غيره من أعلم العلماء ولكنه فاشل اجتماعياً، وهكذا. أما علي عليه السلام فلا يستطيع أحد أن يبحث في سيرته في كل هذه المجالات إلا ويجد أن علياً كان المبرز فيها، وأن علياً عليه السلام كان عظيماً فيها، لا يدانيه أحد في زمانه في عظمته في هذه العناوين. وهنا ينقسم الناس إلى قسمين أمام هذه العظمة، إما أن يقروا بها ويقولون بأن علياً عليه السلام كان فعلاً شخصية استثنائية يندر في التاريخ أن يكون لها مثيلاً، وإما أن يقع الطرف الآخر ضحية علي عليه السلام، ضحية عظمة الإمام علي عليه السلام، فيقول هذا كله خيال، في جزء منه شيء واقعي. وأما أن نجد إنساناً عظيماً في كل هذه المجالات فهذا من وحي الخيال، لن نشك في عظمة علي، ولكن هذه العظمة لا تبلغ هذا المدى ولا تشمل كل هذه المجالات، هذه إضافات بشرية تراكمت عبر التاريخ. أحد ضحايا علي عليه السلام الدكتور علي الوردي. من سمع عن الدكتور علي الوردي يعرف بأنه أشهر شخصية في علم الاجتماع المعاصر، علم الاجتماع العربي أو بين علماء الاجتماع العرب في هذا العصر. توفي من قريب،
الدكتور علي الوردي طبعا هو عراقي الجنسية وهو أصلا سيد، يعني هو موسوي ينتسب إلى الإمام الكاظم عليه السلام، ولأنهم كانوا يبيعون ماء الورد أو شيء كأسرة فكان يسمى الوردي، ولكن هو كان نابغة في علم الاجتماع، ألف مجموعة من الكتب، من كتبه هذا الكتاب وعاظ السلاطين من أوائل كتبه، وهو كتاب أشهر من نار على علم. هذا الكتاب ألفه في فترة متقدمة من حياته، وكما يعبر البعض بأنها فترة ثورية جدا كانت في حياته في الخمسينيات من القرن العشرين، يعني قاعد نتكلم عن 70 سنة أو أقل بقليل. في تلك الفترة طبعا بعد ذلك تغير قلمه قليلا، ولكن الرجل إنصافا يعني لا نريد أن نشكك في علمه، ولكن نريد أن نقرأ ماذا كتب عن علي عليه السلام في هذا المجال، وهل كان صائبا في تحليله الذي قدمه وهو يقرأ جده عليا عليه السلام ويقدم رؤيته كعالم في علم الاجتماع، يريد أن يفهم ويفسر ظاهرة غريبة اسمها علي بن أبي طالب. فيقول في هذا الكتاب: لم تختلف أمة في رجل من رجالها بمثل ما اختلفت أمة الإسلام في علي بن أبي طالب. وهذه ظاهرة اجتماعية تلفت النظر، فما هو السبب فيها؟ والغريب أن معظم الفرق الإسلامية تدعي الانتساب إلى علي، وهذه الفرق فيما بينها هي متعارضة وبينها خلاف في مجال علم الكلام، تجدها غير متفقة ولكنها تقول، كل واحدة منها تقول نحن ننتسب إلى علي. فالشيعة هم شيعة علي فيما يزعمون، وأهل السنة يقولون إنهم هم شيعة علي دون بقية الفرق. هنا يستشهد بكلام ابن حجر في الصواعق المحرقة، يقول نحن شيعة علي، فعلا موجود في كتاب. والمتصوفة تدعي بأن رائدها ومؤسس طريقتها هو علي، ويزعم أهل الفتوة، تعرفون في فترات من التاريخ الإسلامي وإلى عهد قريب كانت هناك فئة في المجتمع تعرف بالفتيان أو الفتوة أو كذا، أفراد يكونون عندهم مبادئ معينة، سلوكيات معينة، شخصيتهم تبرز بطريقة معينة. ويزعم أهل الفتوة بأن أول فتى في الإسلام كان علي بن أبي طالب، ويستندون في ذلك على قول النبي: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. ويدعي هواة الرياضة القديمة أو هواة الزورخانة، معروفة هذه رياضة عند الإيرانيين، معروفة يدخلون في قاعة معينة وعندهم بناء عضلي معين يمارسون من خلال رياضة معينة، ويعتبرون أن هناك أخلاقيات معينة وسلوكيات معينة ترتبط بهذه الرياضة، يعني هي ليست محض رياضة وإنما يعتبرون لها بعد أخلاقي واجتماعي، كما يسمونهم في هذه الأيام أن علياً هو الذي أسس هذه الهواية، وتراهم يهتفون باسمه عند البدء بتمارينهم المعروفة. ويقول ابن أبي الحديد أن علياً كان أبا علم الكلام في الإسلام، يعني العقائد، وهو ينسب، يعني ابن أبي الحديد، كذلك فقه أبي حنيفة وفقه مالك إلى تعليم علي، هم ورثوا علم علي في المجال الفقهي. ويعزى إلى علي أنه هو الذي وضع أسس النحو العربي. واشتهر عن علي أنه كان أول واعظ بليغ في الإسلام، ولا تزال مجموعة الخطب المنسوبة إليه والتي تدعى نهج البلاغة متداولة في أيدي المسلمين، إذ يتخذها الكثير منهم قرآنا ثانيا
ويقولون عنها إنها دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. وهنا أقف قليلا، فعلا نهج البلاغة كما قال هنا بأنه يزعمون أو منسوبة إليه، هكذا يقول منسوبة إليه، لأن هناك من لا يرتضي أن يكون ما في نهج البلاغة لعلي، يقولون اللغة، المضمون، الحكمة، المباني العقلية، العمق، لا يمكن أن يكون هذا نتاج سنة 30 هجرية، هذا نتاج سنة 300-400 عندما تكامل العقل الإسلامي ودخلت الفلسفة ودخلت المباحث العقلية ومضت قرون على البحوث نتجت مثل هذه العقلية. يعني لا يصدقون، وهذا هؤلاء من ضحايا علي بن أبي طالب وعبقرية علي بن أبي طالب عليه السلام، عندما لم يستطيعوا أن يسلموا على الرغم من أن هذه النصوص عندما تعيدها إلى أصولها ستجد بأنها موجودة في الكتب القديمة ما قبل الشريف الرضي بأسانيد فلان عن فلان عن فلان. يعني الشريف الرضي لم يأتي بها من زمانه ولا قبل قرن من زمانه، بل أبعد من ذلك، وهي مدونة في الكتب القديمة وهو أخذها عن تلك الكتب. وتشير أبحاث الدكتور بيرغ إلى أن الجيش العثماني القديم الملقب بالجيش الانكشاري كان يعتنق مذهب البكتاشية، والبكتاشية طريقة صوفية تغالي في حب علي، ولعلها كانت تؤلهه على وجه من الوجوه. لماذا علي بوجه الخصوص؟ وهناك عند الدولة العثمانية عند هذا الجيش، يمكن بعض مقاطع الفيديو من بعض التسجيلات والمسلسلات كذا، يضعون بعض الهتافات من هذا الجيش الانكشاري يعني يؤكد هذا المضمون. يقول البروفيسور نيكلسون إن حكم علي وأقواله شائعة تتناقلها الأفواه في مختلف أرجاء الشرق الإسلامي. هذه شهادة من مستشرق. يقول البروفيسور فيليب حتي إن عليا يقوم في التراث العربي مقام سليمان الحكيم، حيث تجمع حول اسمه عدد لا يحصى من الحكم والمواعظ والأمثال، ووجد اسمه محفورا على كثير من السيوف العربية في القرون الوسطى، اسم علي عليه السلام. وأصبح علي قدوة ومثلا أعلى لكثير من جمعيات الفتيان والدراويش. ما السر في علي ليكون هكذا؟ ومن الغريب حقا أن نجد عليا الرجل الوحيد الذي آمن كثير من المسلمين بألوهيته. طبعا نحن يعني ننفي هذه الفكرة ولا نرتضي هذه الفكرة، نحن نوحد الله عز وجل، ولكن لماذا تزل قدم المسلمين، فئات من المسلمين عبر التاريخ وإلى اليوم هم موجودون ويقولون بألوهية علي؟ لماذا علي؟ ماذا في علي؟ يقول الدكتور أحمد أمين: والناظر إلى هذا يعجب للسبب الذي دعا إلى الاعتقاد بألوهية علي، مع أن أحدا لم يقل بألوهية محمد صلى الله عليه وآله، وعلي نفسه يصرح بالإسلام وتبعيته لمحمد صلى الله عليه وآله. إنها ظاهرة اجتماعية عجيبة تحتاج إلى تعليل وتفسير. ثم يقول بأن هذا اللغز الغامض يؤسفنا أن رجالات التاريخ وهم يقدمون عليا عليه السلام، يكتبون عن علي، يحللون العهد الإسلامي الذي عاصره علي، لم يلتفتوا إلى هذه الظاهرة الغريبة ولم يدرسوا
سبب كون علي عليه السلام عند الناس بهذه الصورة. والواقع أنها من أكثر ألغاز التاريخ الاجتماعي غموضاً وأشدها حاجة إلى التوضيح. ثم يقول: نعم، أستاذ علم الاجتماع، واضع علم الاجتماع ابن خلدون أشار إشارة إلى هذا الأمر عندما تحدث عن أن المتصوفة يسندون خرقتهم الصوفية إلى علي عليه السلام، ويقولون علي هو أبو التصوف، وأن هذه الخرقة التي يلبسونها هي خرقة علي التي لبسها، لباس الزهد الذي لبسه علي عليه السلام. يقول هناك عندما تحدث ابن خلدون عن هذه النقطة قال: أنا أستنكر وأتعجب من هذا وأقول أن هذا محض خيال وأن هذا الأمر غريب، لأن هناك، هذا ابن خلدون يقول، لأن هناك من هو أزهد من علي، فلماذا ينتسبون إلى علي؟ لابد أن هناك سر في الأمر. إن استغراب ابن خلدون هذا في محله، وكل باحث اجتماعي لا يجد مناصاً من مثل هذا الاستغراب حين يدرس تاريخ الفكر الإسلامي الدائر حول شخصية علي بن أبي طالب. ثم يأتي إلى باحث معاصر هو الدكتور أحمد أمين، صاحب المؤلفات المتعددة: فجر الإسلام، ضحى الإسلام، إلى آخره. يقول هذا الباحث، هذا الدكتور، حين يرى العلوم الإسلامية كلها تنسب لعلي، علم الكلام علي، علم النحو علي، تفسير علي، كذا علي، يقول: كأن العقول، هذا الدكتور أحمد أمين يقول، كأن العقول كلها أجدبت وأصيبت بالعقم إلا علي بن أبي طالب وذريته. شيء غريب. ثم يشير الدكتور الوردي إلى محاولة تفسيرية من قبل البعض، قالوا: هذه أساطير الأولين اكتتبها عبد الله بن سبأ، أراد أن يقدم علياً بصورة رفيعة متميزة يجمع لها كل هذه الخصائص، واستطاع أن يخدع المسلمين بأن علياً بهذه الصورة، وبالتالي طرح مسألة ألوهية علي عليه السلام، ثم حكم عليه علي عليه السلام بالقتل لأنه قال له تب من ذلك، لم يتب هو أو جماعته، على كل حال قال لهم توبوا من ذلك فلم يتوبوا، فالإمام قضى عليهم، أعدمهم لأنهم قالوا بألوهيته. فالقصة هي قصة تضخيم ومبالغة ليس لها واقع. نعم، لا ننكر بعض الأمور، ولكن هذا الأمر بهذه الصورة غير حقيقي. يقول دكتور الوردي: هذا التفسير غبي، هذا التفسير غبي. هل يعقل لشخص يأتي من فراغ، يأتي من المجهول، ويخدع كل هؤلاء المسلمين في ذلك الوقت، ويبقى يخدع الناس إلى هذا الزمان بحيث أنهم يصدقون كذبته بهذه الصورة، ويتخيلون علياً بهذه العظمة وعلي ليس بهذه العظمة؟ يقول: هذا غباء. المسألة ليست هكذا، لابد أن يكون في شخصية علي شيء من الغرابة أو التفوق مما جعله محط أنظار الناس ومركز اهتمامهم. ثم يقول: أنا وجدتها، مفتاح اللغز عندي، أنا أحلل لكم سبب هذه الظاهرة الاجتماعية الغريبة. ما هي سبب هذه الظاهرة أيها الدكتور الوردي؟ يقول: تعال معي واقرأ هذه الأسطر. يقول الفقيه المعروف أحمد بن حنبل إمام الحنابلة: ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي. من الفضائل يعني على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. ويقول إسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان
أكثر مما جاء في علي. هذا القول الذي ذكره الإمام أحمد والنسائي وفلان وفلان يعطينا مفتاحاً قد نستطيع أن نحل به هذه المشكلة العويصة. ما هو هذا المفتاح؟ يقول: علي كالقنبلة الذرية. يقول: هناك ذرة، هناك نواة، هناك بداية كانت على يد النبي صلى الله عليه وآله. ما هي هذه البداية؟ مدح النبي لعلي. الكم المتكاثر من نصوص مروية عن النبي صلى الله عليه وآله حفظها الصحابة، عرفها الصحابة، حفظها علي، قدمها علي، قدمها أهل البيت. هذه الأحاديث النبوية هي النواة، هي الذرة، الأساس الذي عبر الزمن من شدة الإعجاب بهذه الشخصية تفجرت وكونت حولها الكثير من الانقسامات التي هي بدورها انقسمت ثم انقسمت وانقسمت، فتراكمت هذه النتيجة وأصبحت ضخمة جدا. فهناك الكثير من الأحاديث في شأن علي، في الثناء على علي عن رسول الله، هي أحاديث موضوعة ليست صحيحة. هناك ما هو الصحيح، ولكن مخيلة المسلمين عبر الأزمنة أضافت على هذه النواة الأصلية النبوية الكثير من الإضافات. ثم يقول: والذي ساعد على ذلك أن علي عليه السلام كافح الطبقة الأرستقراطية الطبقية التي تمثلت في قريش، يعني الأمويين وأنصارهم، هذا الحزب، لأن عليا كافح هؤلاء فأصبح الناس الذين كانوا يعانون من الطبقية متمسكين بعلي عليه السلام. ومن يحب شخصا يكثر من الثناء عليه ويضيف إلى الحقيقة الكثير من مخيلته. ولماذا جاء عن رسول الله كل ذلك؟ يقول: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله في عاملين وجد أن عليا قد نصره في كل المواقع، في المعارك المختلفة كان علي يد اليمنى لرسول الله، والأمر الآخر أن رسول الله لم يكن له ولد وكان يحب الولد، يحب أن يكون له الامتداد، فوجد الامتداد في ذريته من خلال علي الذي كان ربيبه في الأصل. اجتمع هذان العاملان فأكثر النبي من الثناء على علي عليه السلام. نحن نقول للدكتور الوردي، وأكتفي بهذا وإلا الكلام كثير فيما ذكره، نحن نقول للدكتور الوردي لهذه الرؤية التحليلية في قراءة عظمة علي عليه السلام، هذه الرؤية التحليلية قد تصدق ولكن ليس في شأن علي. لماذا؟ لأنك عندما تعود إلى التاريخ في العهد المباشر لعلي عليه السلام من بعد استشهاده، ستجد بأن عليا حورب في قبره، حورب وهو في قبره، ومنع الناس من الحديث عنه وتداول سيرته والثناء عليه، بل أججت الأجواء على علي في العهد الأموي بحيث أن الرجل إذا كان اسمه عليا يقول: لا تقولوا علي، قولوا علي، أنا اسمي علي بالضم. إلى هذا المستوى، هذا التشويه، هذا الإرهاب، هذا المنع، إلى درجة أن عندما يقولون قال علي يقولون قال أبو زينب كناية عن علي، خوفا من أن يذكروا اسم علي. هل يمكن في هذه الأجواء الإرهاب الفكري أن يكون هناك نتاج لانفجار نووي كما ذكره الدكتور الوردي، بحيث تنطلق مخيلة الناس وتضيف من عندها ما تضيف؟ يقول الدكتور الوردي: حتى إذا جاء عصر تدوين الحديث
يعني في الزمن الأموي اجتمعت هذه الأحاديث الإضافية مع الأصلية التي صدرت عن رسول الله وشكلت هذه الضخامة في صورة علي. عجباً، في زمن الأمويين تجتمع هذه، وعلي يسب على المنابر، وعلي يمنع أن يذكر اسمه، وعلي يخاف أن يقول شخص أنا اسمي علي يقال علي. لا، المسألة ليست هكذا. ولذا نجد أن ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ينقل عن شيخه المدائني في كتاب الأحداث قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة. عام الجماعة سنة كم؟ سنة 40. عام الجماعة سنة 40، صلح الإمام الحسن عليه السلام، يعني قرابة 6 أشهر بعد استشهاد الإمام علي. أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته، وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين يروون فضائله ومناقبه، فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم، واكتبوا إلي بكل ما يروى، بكل ما يروي كل رجل منهم، واسمه واسم أبيه وعشيرته. ففعلوا ذلك حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه لما كان يبعث إليهم معاوية من الصلات والكساء والحباء والقطائع، ويفيضه في العرب منهم والموالي، فكثر ذلك وتنافسوا في المنازل والدنيا، فليس يجيء أحد مردود من الناس. أي واحد يبش ما كان عندك من قصة مفتعلة، مديح، ثناء، كذا، قدمه واستلم المبلغ. عاملا من عمال معاوية فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه وقربه وشفعه، فلبثوا بذلك حينا، ثم كتب إلى عماله: إن الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل وجه وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين، ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وأتوني بمناقض له في الصحابة مفتعلة، فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته، وأشد عليهم من مناقب عثمان وفضله. فقرئت كتبه على الناس، هذه الرسالة قرئت على الناس، فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها، وجد الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر، وألقي إلى معلم الكتاتيب المدرسين للأطفال، فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن، وحتى علموهم بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم، فلبثوا بذلك ما شاء الله. حملة إعلامية وتربوية وثقافية، شيء رهيب. هذا انفجار نووي، وليس في شأن علي. شأن علي كان كتمان، كان محاربة، كان ضغط، كان إرهاب، من يجرؤ أن يمدح علي؟ فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشر، ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة، وكان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراؤون والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك، هؤلاء باعوا آخرتهم بدنياهم، فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقربوا مجالسهم ويصيبوا من الأموال والضياع والمنازل، حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان، فقبلوها ورووها وهم يظنون أنها حق، ولو علموا أنها باطلة لما رووها ولا تدينوا بها. هذا هو الواقع. إذن
الدكتور الوردي عندما قدم هذا الأمر بهذه الرؤية التحليلية وقع ضحية عبقرية علي عليه السلام، وقع ضحية عظمة علي عليه السلام، وقع ضحية تلك الشخصية التي كما قلت في بداية حديثي لا يستطيع الإنسان عندما يطلع على سيرتها وتراثها إلا أن يقف مشدوها، كيف يمكن لرجل أن يكون عليا عليه السلام؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.